بمناسبة المنتخب الأولمبي أسألك سؤال، وبصفتك خبير كبير في كرة القدم، هل اختلفت المواهب الشابة في عصرك عن المواهب الشابة الآن؟ هل قلت المواهب الشابة؟ نحن كمنتخب مصر في الفترة الأخيرة كان في خروج صعب شوية من بطولة أفريقيا للشباب بشكل مبكر على أرض مصر، هل المواهب قلت بشكل كبير في القارة الأفريقية أو في مصر، ولا المواهب ما قلتش وهي ليها علاقة بس بالشغل الفني مع اللاعبين؟ طبعا مصر فقدت ميزتها ومكانتها في الكرة الإفريقية حديثا. السبب الأول، لما أتحدث عن القارة الأفريقية نحن نرى كيف تأثر المنتخب المصري الوطني، وأن اللاعبين المصريين لا يستطيعوا لعب كرة هجومية مثل السابق. لقد فقدنا ميزة اللعب الهجومي حتى في منتخب الشباب، المنتخب الأولمبي، وعلى صعيد المنتخب الوطني نرى أنه قد حقق المنتخب المصري أداء هزيلا في الشق الهجومي أخيرا. لقد خسرنا من نيجيريا، من فريق مثل نيجيريا، وبعد ذلك خسرنا في العديد من المناسبات في أفريقيا وافتقدنا التوازن. نعلم أن الكرة الإفريقية اجتهدت وعملت بجد من أجل تطوير الكرة، ولكن الكرة المصرية قد فقدت مواهبها وميزتها مثل لاعبين كبار زي أحمد حسن، مدحت عبد الهادي، الحضري، لعيبة كانوا على أعلى مستوى، لعيبة بذلت قصارى جهدها من أجل فريق المصري لكرة القدم.